هنايا في الدار، وكما نقولوا نشكر الهداف حضورهم وعملي في الدار. يوسف، اولا ما ليس لدينا ما نخفيه، يوسف بلايلي رسميا في اتحاد العاصمة. جيت انا الاتحاد العاصمة باسكو فريق كبير و الجمهور تاعهم يحبني وما بريزيدون عاوني بزاف، ان شاء الله نرجع لهم خيرهم وان شاء الله في لي ماتش فرحهم بزاف. يوسف، يعني كيفاش عشت فترات الصعبه تاعك في الترجي التونسي وانت متواجد في تونس وانت يعني لاعب شاب 22 سنه، كيفاش عشت هذيك الفتره؟ عشت في اوقات صعبه، مي الحمد لله يا ربي لقيت والديا وما وابويا وخوتي يعاونوني بزاف ديك الفتره، خاصه امي. قضيه تاع الترجي التونسي راهي كملت وانا راني حر من كل الالتزامات، باسكو كيما نقول الوثائق باينة بلي حر. نقول للجمهور اتحاد العاصمة راني معاكم مع ماشي ان شاء الله. وشنو هي طموحاتك مع اتحاد العاصمة؟ طموحات تاعي باينة باش ندي لي تيتر معاهم ونفرحهم بزاف بزاف، ان شاء الله كيما نقولوا نلعبوا على كاع البطولات اللي لعبوا عليها، ان شاء الله نلعب عليهم باش نفوز بهم. يوسف بلايلي، يعني من دون احراج، لماذا اخترت اتحاد العاصمة من بين كل الفرق التي طلبت خدماتك؟ باسكو اتحاد العاصمة فريق كبير وفريق الالقاب، كل عام يلعبوا على لي تيتر، انا اختاريت هاد ليكيب باسكو عندهم لا ستابيليتي وبريزيدون مليح وعندهم جمهور تاني مليح، ان شاء الله نفوز معاهم كل الالقاب ونفرح ان شاء الله كفرح. يعني يوسف بكل صراحة، يعني لم يكن اختيارك اتحاد العاصمة لاجل الاموال؟ لا، ماشي من اجل الاموال، اختارت اتحاد عاصمة باش ندي لي تيت وروح ليكم ناسيونال ان شاء الله. ان شاء الله. يوسف بلايلي، في اتحاد العاصمة كاين فريق متكامل، فريق توج باللقب بفارق شاسع من النقاط، هناك لاعبين بارزين في الهجوم، هناك زين الدين فرحات، عبد الملك زيايا، اندريا ولاعبين اخرين، ما لا تخشى المنافسة بعض الشيء؟ لا، كيما هكا لي جوار ملاح وكاع مليحة المنافسة، للمير يلعبوا صغير، انا جروب اللي يلعب ملاه يلعب باش نفوزوا جروب واحد ان شاء الله. يوسف بلايلي، ما اشتقتش لاجواء البطوله الوطنيه؟ اشتقت لها بزاف، اشتقت للبطوله الجزائريه بزاف بزاف، وهاد كي غادي نولي الايامات اللي كنت فيها في حمراء ان شاء الله. يوسف بلايلي، يعني شفناك تالقت مع الترجي التونسي في ملعب راس وارضيه ميدان معششبه طبيعيا، ماكش خايف يعني يكون ملعب بلوغين ارضيه مشوشه بس اصطناعيا راح تاثر فيك؟ لا، مش تاثر فيا باسكو راني موالف بالطارطون والف تلعبت بزاف بزاف، ان شاء الله كيما نقولوا مام في تونس كانوا نيتين طارطون كنت لعب نورمال، ان شاء الله بريباراسيون نبدا في الطارطون ان شاء الله باش نوالف نزيد نحكم روحي. فيما يتعلق دائما بقضيه الترجي التونسي، سمعنا عن رفع اداره الترجي شكوى لدى الفيفا، يعني هذا الامر ما يخوفكش او ما يقلقكش لعدم تاهيلك في اتحاد العاصمه؟ لا، هذا الامر ما يقلقنيش باسكو عندي الوثائق باللي تنون باللي كاليفا مع اتحاد العاصمه، مام بريزيدون تاع اتحاد العاصمه ربو حداد، ما ينسنيش الجوار كيما هاكا مشي كاليفي على باطل اللي يعطيه الدراهم وكاع، راهم عارفين شنو راهم يديروا، نقول راني حر من كل التزامات. يعني يوسف، شفنا في الموسم الثاني تاعك في الترجي كانوا يعني بعض المشاكل يعني اداريه مع الانصار، بعض الناس قالت يوسف بلايلي اصبح لاعب مشاكل، واش تقول انت يعني؟ لا، انا ما درتش مشاكل، مي هما اللي داروا لي المشاكل، وكما يكون كي داروا لي شونطاج حسبوني صايك غادي يديروا لي شونطاج، مي انا ما بغيتش نسكت لي الشونطاج تاعهم باسكو قالوا لي تزيد كونطرا ولا ما تلعبش نعود باسبوارك، انا قلت لهم اوكي نقعد اسبوع تتكمل كونتراتي ونروح. يوسف، كيفاش عشت هذوك الفترات الصعبه كي كنت تتدرب مع الامال كي كنت تتعاقب، كيفاش عشتها؟ عشت شويه لي بروبليم وكاع، الحمد لله يا ربي ما الفاميليا ما ما وبويا كنت كانوا يصبروني ومنا الحمد لله يا ربي اللي فوت ديك بيريود. يوسف، حكي لنا على يعني العلاقه تاعك مع الوالد ديالك، الناس قاعده تعرف بلي هو وكيل اعمالك ويوقف عليك في كل الامور الاداريه. وي بيان سي، في الامور الاداريه تاع كواط هو اللي يوقف، هو اللي يعاوني بزاف ثاني في كواط وكاع مع ليسبيرونس. كاين الناس اللي يقولوا بلي الوالد تاعك بالمتابعه ديالو هو يتسبب لك باش ما رحتش بعيد، يعني ما تحترش في اوروبا، واش تقول؟ لا، ماكش منها ابار
ابر زعما هكا تاع لي بابي مع لي سبيرونس واوقف معاه بصح حاجه واحده اخرى. وكيفاش هي يعني العلاقه تاعك مع الوالده ديالك؟ علاقه مع الوالده تاعي بيان، نحبها بزاف بزاف، ويعاونتني بزاف تاني ملي كنت ديك بيريود، تاني خوتي اللي عاونوني بزاف ونبغيهم ونبغي كاع العائله تاعي. هذه هي يوسف. انطلقوا لنقطه اخرى. يوسف بلايلي كان عنده سمعنا اتصال من نادي فياريال في اسبانيا، نادي مونبولي اللي بعث لك دعوه، فرق في ايطاليا في تركيا. بعد لما شاف الناس شافتك وقعت في اتحاد العاصمه، كثيرون قالوا باللي يوسف بلايلي كان مجرد حديث، يعني لاعب ما حبش يروح لاوروبا. واش تقول انت؟ قول باللي هاد انا اختاريت اتحاد العاصمه باسكو فريق كبير، اختاريت اتحاد العاصمه باش بروجي باش نلعب عام مليح، ندير هنا كيما كنت قبل في لامتيو ونروح ايكيب مليحه، باسكو صرا لي بروبليم مع ليسبيرونس في كات موا ولا ما لعبش، ما تروحش ليكيب مليحه هكا في لور باش تلعب، اللي قراه في فورما مليحه. واش تقول على الناس اللي يقولوا يوسف بلايلي خاف يلعب في اوروبا ويعني ما يقدرش ينجح؟ الجوار اللي راح 19 اون ليسبيرونس ولعب مع لي جوار كبار كيما مساكني ولا اختي تيلر، ما خافش انا من نور. قضيتك مع التجنيس للاعب في المنتخب التونسي، هل هي حقيقه ام مجرد اشاعات؟ وي حقيقه، ضمن توانسا بروفيتو لوكازيون من معيط ليش الناخب الوطني، اي باو قالوا لي باش تجنس معنا تونسي، وانا ما حبيش، قلت لهم لا، قلت لهم باسكو جو سوي الجيريان و جامي جزائري بدل الجنسيه بدل العلامه، لا بغا ما نلعبش، قلت لهم لا بغا ما نلعبش في ليكيب ناسيونال وما بدلش علامه. يعني يوسف ما قاستكش هذه القضيه؟ شغل حسيت بلي تهمشت في بلادك وجاتك فرصه كبيره باش تلعب في المنتخب التونسي اللي ما يعني ما نقصوش من القيمه ديالو، واش حسيت انت في هذيك الفترات؟ وي في الديبي سيرتو هذيك البيريود كنت مليح في ليسبيرونس، قلت لي غلطني بزاف اللي ما عيطلوش لك بناسونال، مي جامي نويت باش نبدل العلم تاعي. يوسف ما دام تحدثنا عن المنتخب الوطني، في كل مره نذكر يوسف بلايلي سيتواجد في التربص، يوسف بلايلي سيتواجد في لقاء رسمي، وكل مره ما كانش اسمك، كيفاش تحس بهذه الفترات هذه؟ وي هذه الفترات تقول تغيرني بزاف اللي ما عيطوليش في هذا البيريود، بس كيما نقول نحس بلي عندي بلاصتي ونجم نلعب ونجم نفرح جمهور جزائري، مي الحمد لله يا ربي نصبر ومازال قدام غادي نلعب في ليكيب ناسيونال ونفرح الجمهور الجزائري. يوسف كيفاش كنت تحس ثاني تشوف غالبيه لاعبي الترجي التونسي لاعبين دوليين سواء في المنتخب التونسي او منتخبات افريقيه، وانت من بين افضل لاعبين في الترجي في التربصات تاع المنتخبات تبقى في تونس، كيفاش تحس روحك يعني صراحة؟ وي صراحة نحس روحي تكلي محقور في بلادي، كنت مام لي جوار تاع التوانسة تاع اللي لعبوا في ليكيب ناسيونال يقولوا لي علاه ما عيطولكش ليكيب ناسيونال منه، ولا مش سي با مانيش عارف علاه، يقولوا لي زعما عندك بلاصتك في ليكيب ناسيونال وكاع، معليش نصبر نورمال ان شاء الله كي عيطولي ان شاء الله نبين بلاصتي. يوسف لعبت من قبل في المنتخب الاولمبي، بطبيعه الحال كنت تطمح باش تلعب في المنتخب الاول؟ وي كل جوار يطمح باش يلعب في المنتخب الاول، خاصه من يكون لعب في كاتيجوري اولمبي وكاع، كنت نطمح باش نلعب، ماشي نطمح، مازالني حد الان مازالني صغير ومازال نلعب في ليكيب ناسيونال ان شاء الله. يعني يوسف صراحه ما كاش يعني قضيه يوسف بلايلي مع المدرب واحد حليلوزيتش صراحه، انا ما على باليش، مش عارف لا عندي قضيه معاه، مي مجيته هو ظن بلي لونترينر حاقد عليه باسكو جوار كيما اللي يلعبوا كاع يضوني برا على بلاده نورمالمون يعيط له. يعني يوسف بعد المعلومات اللي استقيناها في اثناء تربصات او دورات المنتخب الاولمبي في المغرب، كنت من ضمن اللاعبين الاساسيين، حينها المدرب حيوزيتش اخذ عنك نظره نقولوا غير لائقة غير انضباطية، هذه المعلومات اللي سمعناها، وبنسبة كبيرة هي أسباب عدم استدعائك للمنتخب الأول لمدة 3 سنوات. أنا ما على باليش بهذه تاع أسباب انضباطية، خاص كون كاين حاجة كو قالوها، فاهم، كو هدر لونترينر وقال علاه ما عيطلاش علاه، أنا ما على باليش بها.
يعني نقدر نقول ما كان حتى مشكل بين بالليلي او حيلوزيج، ولا مرة قلت من احترامك لهذا المدرب؟ ولا مرة قلت احترامي ليه، كما نقول محترمه بزاف بزاف، سي با ما على باليش. المهم يعني مام هناك الرئيس الاتحادي الحاج الوراوة، لطالما اثنى عليك، كاين المدرب السابق منتخب وطني عز الدين ايجودي طاقمه الفني، والكل فنيين يطالبون بالتحاق بلالي بالمنتخب الاول، يعني كيفاش تشعر انت بهذا رد الفعل؟ شكرا، نشكر كاع هادو الفني الفني اللي باغيين نمشي ليكيب ناسيونال. ان شاء الله ما خيب لهم ظنهم كي نروح ليكيب ناسيونال، ان شاء الله فرحهم فرح كل الشعب الجزائري ان شاء الله. هذه هي يوسف، تشوف مونديال كأس العالم وانت في المنزل في الوقت اللي هناك لاعبين ما نقولوش من الافضل مستواك او اقل مستواك يشاركون في المونديال، كيفاش يعني تحس صراحة؟ كيما نقول كي تشوف هكا ليماج تقول زعما على ما لعبتش ومنا كوراني منو، مي معليش هذا هو المكتوب، و ما عندي ما ندير، نتفرج ونشجعهم وان شاء الله يكاليف وان شاء الله دوزيام تور ان شاء الله، كيما كي سيبورتر كيما سيبورتر. شكون هو افضل لاعب عندك في المنتخب الوطني اللي يعجبك؟ يعجبني في غولي راك حاب تلعب معاه في المنتخب الوطني ان شاء الله. كثر الحديث عن قيمة الراتب الشهري أو الصفقة التي انضمت بها إلى اتحاد العاصمة، هناك من يقول 600 مليون سنتيم، 500 مليون، وهناك من وصل به الأمر يقول 700 و800، واش تأكد لنا أنت في هذا الموضوع؟ أكد في هذا الموضوع، أنا ما جيتش الاتحاد العاصمة على جال دراهم، أنا ما نحكيش على الصفقة، المهم أنا جيت بروجي سبورتيف باش نلعب في الجزائر، وكيما نقول نمشي ليكيب ناسيونال، ندي لي تيت مع اتحاد العاصمة ونروح لوروب يكمل حاجة. لكن تأكد لنا يوسف بلي حاليا بلالي أغلى لاعب في الجزائر. ظن هذا الشعب هو اللي راه يهضر هكا، والفنيين مي على حساب اللي كنت في ليسبيرونس وكاع، تفاهمت مع ليكيب تاع ليزما باش على جال دراهم مش عندنا ديو منها، نورمال نمشي جوار جوار عادي كيما اللي جوار اللي يلعبوا هنا. يوسف، هذه الهضره تاع الراتب والامور ما تخافش تزيد لك الضغط في الجزائر؟ نعم، ما خافش تزيد لي الضغط، وكيما كنت في ليسبيرونس كيما هنا. يوسف، خسرت نهائي رابطه الابطال مع الترجي التونسي اللي كان حلم بالنسبه لك تلعب كاس العالم للانديه، هل تحب تتدارك مع اتحاد العاصمه؟ ان شاء الله على هلا، ان شاء الله كيما نقول لعبت عامين في ليسبيرونس، خسرت في الديمي فينال في الفينال، ان شاء الله مع اتحاد العاصمه ان شاء الله نفوزوا بها ونمشوا كوب ديما ان شاء الله. يوسف، نتذكر انا شخصيا قبل التحاق بالترجي التونسي كنت في اتصالات جد مقربه مع اتحاد العاصمه، وكنت قريب تنضم، الناس اللي نسات هذا الامر، وكنت حتى منحت موافقه تاعك لاتحاد العاصمه، يعني واش تفكرنا في هذا 2011؟ تفكر 2011 المره كي دخلت عند بريزيدون قال لي هذه الخطره، ما قال لي هذه الخطره ما تهربليش كيما هربت لي، قال لي هاد الخطره راني شادك وما عرفتلاش ما عرفتلاش، وكيما نقول كان يحلم بيا، والشعب التاني تاع ليزما كانوا يحلموا بيا، راني سنيت معاهم حققت لهم الحق. ما نقدروش نحكم مع يوسف بلالي من دون الحديث عن مولوديه وهران. بيان سير، مولوديه وهران فريق القلب ومنحبهم بزاف، وان شاء الله نتمنى لهم سيزون مليح ان شاء الله. كنت تابع اخبار النادي يوسف؟ بيان سير كنت تابع، ويغيدون بزاف جمهور تاعهم، فريق جمهور كبير تاع مولدية وهران، ان شاء الله يديروا فريق كبير ان شاء الله ويلعبوا على لي تيتر. ما تخافش يزعفوا عليك يوسف، ما تخافش يزعفوا عليك يوسف الحملاوي، كي وليت الجزائر وتلعب في اتحاد العاصمة، وانت من قبل قلت بلي في الجزائر نلعب غير مولدية وهران. اي بصح نلعب في مولدية وهران كي يكون عندهم بريزيدون مليح، وفاهمني بريزيدون مليح، وكي تكون لونتوراج مليح وكاع باش نلعب في مولديات اخرى، مي لا غالب اوبليجي عليا باش نسني في الليزا. يجي يوم نشوفو يوسف بلالي عاود يولي للحملي؟ لما لا ان شاء الله. يعني كي نقول كلمة وهران واش تعني لك؟ وهران هي بلادي اللي كبرت فيها، عزت فيها، نحبها بزاف، و كما نقول هي اللي ربتني بلادي. والحي ديالك وهران؟ الحي ديالي هو مرام، نقولوا شريف الوزان. شريف الوزان المدرب تاعي، مدرب كبير، هو اللي عاوني بزاف وطلع في الفريق تاعي ديال وهران، شكرا بزاف بزاف.
نقولوا قوي ديال بوكساسا زوبي واسطي قاد الشام هادو الجوار اللي لعبت معاهم اللي كانوا لي زونسيون اللي كانوا كان يعطوني نصائح بزاف بزاف ونعاونوني بزاف نشكرهم بزاف على اللي كانوا يعطوني نصائح سيد احمد عواج بن تيبا و هشام شريف بقية لاعبين هادو جوار اللي طلعوا معايا في الكاتيجوري ولعبنا في رحبة بزاف كما نقولوا صحابي وخوتي ما نقدروش نحكيو على هادوم بلا ما نذكرو مجيد بن عطية وصباح عابدة مجيد بن عطية وصباح عابدة تاني اللي جوار ملاح اللي كان معنا في نمسيو تاني كيما خاوتي وفوتنا ما تيجيش رغم موسمين في التاريخ التونسي واش تقول الانصار كشخال بعد رحمة انا انصار تاع الترجي يمكن يحبوني بزاف حاجه انا انصار حبوني بزاف مش من عندهم العيد وثاني نحبهم بزاف وان شاء الله نقولوا يعاونوني ثاني بزاف ما بدلتهمش بالنادي الافريقي الغالب التقليدي اللي طلعت تونس ما بدلتهمش كي كانوا تونس هما هما لي ديربي اللي مش متفاهم مع النادي الافريقي وخاصه النادي الافريقي كانوا حابيني ما كنتش نبدل جو ما خرجش. أنصار مولدي توهران. أنصار مولدي توهران أنصار ينحبهم بزاف وهم يحبوني بزاف عاونوني من كنت صغير. إن شاء الله يديروا فرق كبير ويفرحوا الأنصار. اتحاد العاصمة الأنصار هم يستلمون كثير كثير من يوسف ليلي. هناك موقع 9 أود في نهائي كأس السوبر أمام الغريم مولدي في الجزائر. يوسف عيشان في هذا اللقاء. ان شاء الله نقول انصار اتحاد العاصمه اللي معروف بلي انصار تاعهم اللي يعاونوا ليكيب تاعهم ما في خساره نعطيهم ان شاء الله اللي ينافسوا ان شاء الله تقدر يعمل ديال الجزائر يوسف المنتخب الوطني فاز على منتخب كوريا الجنوبيه كيفاش كانت المباراه؟ المباراة كانت مليحة اللي جوار دخلوا لعبوا قلب وكما نقول لعبنا اللاطاك ربحنا الحمد لله يا رب نشكر كاع اللاعبين واللي فرحوا الجمهور الجزائري وحظوظنا نتاهوا للدور الثاني حظوظنا ان شاء الله للماتش ان شاء الله يدخلوا كما هذا الماتش ونفوزوا به ان شاء الله شفناك تتابع اللقاء بحماس كبير ويعني تناصر كاي مناصر عصبي كيفاش يعني يوسف يصير كيما كنت لعبت كيما لي سيبورتور حسب الاعلام بلادي هذه بنصير غادي نتفرج كيما كنت لعبت سيبورتور فرحانه بزاف بزاف